بعد هجرة طويلة رجعت للعراق. حبا بالعراق أم صعوبة العيش هناك؟ وش تحب العيش بالعراق لو بأوروبا بالسويد؟ هو حقيقة العمر احنا مثل ما قلنا دا يمشي. انت قلتها الى حب، هي اختزلت كل شيء، اختزلت كل شيء زين. انا يعني شارفت على 50 51 لا من قبل 2019 ايه صح، شارفت على 50. النجومية قد افلت، اخر شيء يعني مهم عند الناس كان اعلان حالة حب. طيب الوضع هناك بالسويد بلش يأذيني، ولهذا صار عندي الكآبة الحادة، لأنه أعطيت يعني تقريبا 17 عرض مسرحي ما بين كاتب وممثل بأوروبا ومخرج بالسويد، وأيضا حق النجاح طبعا فيلمين روائية، لكن على مستوى العراق لكن كلها ما وينها وينها يعني ولا عمل مثلا اجى للعراق، لأنه يعتبر العراق من الدول الساخنة ممنوع الذهاب إلى كسويديين، ولا أفلام نتجي لهنا لأن أكو حقوق والملكية. طيب أنا إلى متى أبقى؟ ولا من الممكن يتغير لون عيني او يتغير الفونوتيك مال حلقي مال لساني انه اصير سويدي قح، اي صح، ولا لون بشرتي يصير ابيض حتى ياخذون هذا الممثل ببطوله افلام سويديه، صح.